لجنة التنشيط فنون التبوريدة تستضيف في هذه الحلقة الباحث والمخرج المسرحي والشاعر الزجال سي عبد الرحيم الشراد. سي عبد الرحيم الشراد، بحكم أنك كتعرف المنطقة والمجال ديال الشراردة مزيان وتتابع يعني طريقة الركوب ديال الخيل والحركة في الدارو وهذا وتتعرفها، السي عبد الله بن بوي مقدم ينتمي إلى المجال الجغرافي ديال الشراردة وعنده واحد الطقس في الركوب اللي كيبهر به المتلقي وتيبغي الجمهور يديرو وتيطالب به ديما. صحيح صحيح. وهذا الطقس هو رمي العمل، وبالتالي بعد ذلك تلقى موحدة ديال البنادق ولا المكاحل ديال الخيل ديال سربت المقدم سي عبد الله بن بوي. بغيناك يعني تفسر للمواطن المتلقي العاشق ديال التبوريده اشنو هو رمزيه ودلاله هذيك الحركه ديال رمي العمائم، وما علاقتها بما هو ديني وروحي وحتى عقائدي. هذا هو السؤال اللي كيحير الناس، بيعرفوا داك تفكك لهم الطقس رمي العمائم. جميل أستاذ فردوس، ركزت على كلمة رمزية ودلالة، وهذا يحيلنا على أبحاث الناقد الفرنسي رولان بارت في كتابه لومبير دي سين، أي إمبراطورية العلامات. السيميولوجيا تنظر إلى الرمز والعلاقة بين الداد والمدلول، لو سينيفيون اي لو سينيفيي. هذه العلاقة ليست اعتباطية، إني با اربيتريغ، بمعنى أي رمز له دلالاته وله أبعاده الجمالية وله حمولته الفكرية. للحديث عن فرسان الشراردة وأن ما تميزت به سربة شباب تكنا برئاسة المقدم العلام وبين قوسين نريد أن نوجه تحية شكر وامتنان لرئيس الجمعية للشباب سعيد بيتور. سعيد بيتور يقوم بجهد كبير فعلا، هو حاضن لهذا المشتل، وسعيد بيتور يشتغل على تأطير وتكوين فرسان إن شاء الله شبان وصغار فتيان سيظهرون وسيحملون مشعل ولواء. أكيد نرجعوا للموضوع. فأنا أود الماء الفرجة الاحتفالية، هي فرجة احتفالية في المحرك يؤديها فرسان شباب تكنا، وخاصة حينما يطوحون ب لا أقول العمائم وإنما أستعمل كلمة العصابة، لأن العصابة هي مخالفة للعمامة. إذن فرسان شراردة هم يطوحون بالعصابات في السماء، في عنان السماء. لماذا؟ هذا لكي نعرف، هذا لابد وأن نعرف نفسية الإنسان الشرادي. ف المرأة عند الشراردة إذا أغضبتها لا تجيبك بفاحش الكلام، بمعنى المرأة الشرادية واخا تظلمها ما تعيرك ما تسبك ما حاجة، هي تلتزم الصمت ولكن تزيل ما يسمى بالشد عن رأسها وتضرب به الأرض، بمعنى أنك قد عكرت صفو مزاجها، قد تجاوزت حدودك في التعامل معها.
تقوم بالحركه ديال هذه الحركه دون كلام دون كلام. ولك ان تتساءل ربما ماذا سيقع فيما بعد، ماذا سيصادف ذلك الشخص الذي نقول باللسان الدارج قد غيرها، غيروا بخاطره. نعم، وفي المقابل الرجل الشرابي إذا ما كان في حالة فرح فهو يعبر عن نشوة الفرح بالتطويح بالعمامة. إذا لا دابا الشرابي لا العصابة، فهو في حالة فرح ألق نشوة، وإذا ما أغضبته فهو يضرب الأرض بالعمامة. مثله مثل المرأة الشرابية، يعني التعبير عن القلق والغضب يخبط بالعصابة على الأرض. لأن هذا فيه تعبير على عزة النفس بالنسبة للإنسان، ليس الشرادي فقط، المغربي عامة، تلك الأنفة. نعم. وعزة النفس. لا، حيت ربطنا الشرادي بسربة بن بوي اللي كتروح. نعم. الآن. نعم. تكرس هذا السلوك وهذا المشهد. ودائما عزة النفس والأنفة تأتي في رفع الرأس. نعم. شامخا عاليا. دائما الإنسان المغربي يريد أن يعيش مرفوع الهامة. نعم. وهذا ليس غريب عن المغرب. جبال الأطلس شامخة. شامخة، الريف شامخ. فكيف لا يكون هذا الإنسان شامخا؟ هذا هو الإنسان المغربي. وقبائل الشرارة لا يمكن أن تنفصل عن الإنسان المغربي. ما يقوم به فرسان شباب كنا تطويح بالعصابات، وأولا من ناحية أخرى يعود إلى بعض مظاهر الفرجة، لأن يجب ألا ننسى بأن التبوريضة إذا كانت اليوم تسمى تبوريضة فلارتباطها بمادة البارود وبالبنادق التي ظهرت في القرن السادس عشر الميلادي. لكن ليس معنى هذا أن المغرب كان أرضا خلاء من الاحتفال والتعبير عن الفرح من خلال ركوب صهوات الجيال. كان ذلك. وكيف كان يمارس الطقس ديال 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 البارود؟ بماذا كان يعود؟ كانت هناك ألعاب جماعية تنظم. هذه الألعاب الجماعية كان فيها قصب والسبق، بمعنى أنهم يركزون أو يثبتون قصبة في مكان ما اللي هو المضمار، وينطلقون الجياد، والذي يصل الأول إلى الجائزة يفوز بها. إذا كيتبتوا ذاك القصبة كيحطوا فوق جائزة وكيبدا السباق، واللي سبق وانتزع. كان فرسان والقبيلة كذلك ينطلقون فوق الجياد ثم يرمون بالرماح ويحاولون إصابة الهدف، إصابة هدف ما. وكانوا كذلك يطوحون بالعمائم ويطوحون. إذا العمائم هي مرحلة من مراحل اللعب قبل البارود. فعلا البندقية قبل اكتشاف مادة البارود. إذا فهذه تطويح بالعصابة هي متجدرة. نعم. عبد الله بن بيه ومن معه من الشبان أحيوا. نعم. هذا التقليد. هذا الموروث. شفنا المواطنين والمغاربة العالم في المهرجة الآلاف اللي كانوا كينتظروا العرض ديال عبد الله بن بيه. فعلا، لأنه عرض فرجاوي احتفالي يدخلك في الطقس، بمعنى أن الجمهور المتحلق حول جنبات المضمار أي المحرك يندمج كلية. إذا هناك لحظة تماهي، ما يسمى ايدونتيفيكاسيون، معنى أن الجمهور يتماهى مع الفرسان ويتماهى مع الخيل. إذا هي لحظة متوهجة. إذا سي عبد الرحيم الشراد سنكتفي بهذا القدر، ونعيد الجمهور أننا سنقدم حلقة أخرى لمعرفة والنبش في ذاكرة تراث بوريدا
وشكرا لك ان شاء الله. وباسم لجنة التنشيط نشكر الجمهور والى اللقاء فرصة قادمة. وطلعوا الاخوات.